بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا حكايه وطن في الالتسي. طبعا احنا عارفين كل حلقه بنتكلم على كل اللي تم في خلال الاسبوع الماضي. في طبعا احنا عارفين اكتر حاجه انتشرت الاشاعات، تقريبا 118 او 120 اشاعه طلعت في خلال يومين ثلاثه، ونتشير ونتاكد الكلام. وزي ما قلت لكم قبل كده كذا حلقه ياخدوا لوجو ويعملوا بس زي اليوم السابع او مصر اليوم وغيره، واكنها اخبار حقيقيه ونزلوها كذب، وناس تصدق وتعلق عليها ويبقى ايه موضوع. الظاهره دي انتشرت قوي. ده معناه ايه؟ اصبح الشخص او بكلم بكل امانه، اصبح الواحد فينا مرتبط ارتباط كلي وجزئي مع الفيسبوك، واصبح المعلومات كلها اللي هو المفروض افتراضيه بيخش ياخد معلومات معينه، اصبح كل حياته كل معلوماته السياسيه العلميه اي معلومات يبدا يركز فيها فين؟ على الفيسبوك، متخيلين؟ فبالتالي عندنا الاشاعات كترت، عندنا كله بيقول اي كلام مع بعضه. معلومه يحط مثلا الجمله الاولى بعد كده يبدا يحط معلومات كلها غلط في غلط. كل الامور دي لازم نحطها في اعتبارنا. اوكي، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، المفروض اي مصدر يطلع غلط، يطلع الحكومه او اي مسؤول في الوزاره يطلع يكذب الخبر ده. الحمد لله رئيس الوزراء ادى قرار جريء جدا وتعليمات لكل الوزراء، اي خبر ينزل في الصحه في الثقافه في الخارجيه في اي في الاثار في اي حاجه يطلع متحدث رسمي يتكلم او مسؤول يطلع يقول لك الكلام ده صح ولا غلط. ليه؟ التكرار الموضوع ده هيبدا المتلقي يفهم ان هو كان في الاول في غيبوبه، بياخد اي معلومه يصدقها من خلال السوشيال ميديا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه والاهم من كل الكلام ده كله، مفيش اي معلومه يا جماعه شيروها الا متاكدوا منها. يعني اي خبر يتقال، اي معلومه تتقال سواء خاصه بالاثار هنتكلم عليها، بالفنانين، خاصه بالصحه، باي حاجه، مش تشيرها بالشطاره. اللي انت بتشير معلومه كاذبه غير مش حقيقيه مش تشيرها للناس كلها. في عين ناس عندها زي ما قلت لكم ارتباط كلي وجزئي مع الفيسبوك فبيصدق الكلام. يعني انا حطيت صوره اي حد ما وكتبت اي جمله الناس هتصدق وشير ويعمل ويفضح اي حد او يقطع اي اخبار غلط. ده العدو عايز كده. فابداوا برضو الاب والام لهم دور كبير جدا من المجتمع، يقعد مع اولاده او بناته ويقول لهم يا جماعه لا خدوا بالكم مش اي خبر يتقال اصدقه. اهل اشوف بقى في كتاب ليه، اشوف مصدره الحقيقي ايه، ابدا اعلم اولادي من دلوقتي ان دي حرب يجي لي ربع اللي احنا اتفقنا عليها. وطبعا اشكر شيخ الترك مع النادي الاهلي وتم تصالح، وكابتن محمود الخطيب الرجل المحترم اللي زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت الناس كلها بتعشقه، سواء كرويا اخلاقيا. محمود الخطيب يعتبر رمز من رموز لعيبه كره القدم في مصر، ورمز برضه من رموز المصريه. يعني اي حد يقول مثلا في اي دوله يقول محمود الخطيب معروف، بيبو معروف، يعني ليه شهره. فده حاجه نفتخر بيها. الاساءه بقى اللي احنا بنطلعها على السوشيال ميديا وغيره، والكلام الكذب اللي بيتقال من بعض الاعلاميين على النادي الاهلي وغير النادي الاهلي، احنا لازم نحافظ على النادي الاهلي ونادي الزمالك واي نادي، نادي سموحه، نادي المصري، نادي الاسماعيلي، كل ما احافظ على النوادي دي وارتقي بيها الدوري المصري بيستفاد ويبدا يحصل استثمار زي ما اتفقنا، نبدا نلاقي منتخب مصري قوي ينافس في اي بطوله بعد كده. فالحاجات دي كلها لازم يكون عندنا ادراك فيها. اما احنا بنلاقي حد يشتم في رمز من رموز النادي الاهلي او الزمالك فكله يروح مع الموجه. فالحمد لله حصل المبادره احنا قلنا عليها الاسبوع اللي فات، من ثلاث اربع ايام تم تصالح برضه في قناه ال اس سي مع الاعلامي المحترم عبد الناصر، واتكلم مع الشيخ الترك وقال له على التصالح وموضوع الحمد لله العالمين في تطور لكره القدم. نبدا بقى على النواب، وهنتكلم على الفقره اللي جايه مهمه، هنتكلم على موضوع الجنسيه. هروح على مكان ما ادفع 7 مليون، ده بقى الاعتقاد اللي عند اغلبيه الناس. يعني اغلبيه الناس عندها الاعتقاد ده، النهارده بوضوح هنتكلم بمنتهى المصداقيه هنتكلم. واحد يقول لك طب انا هدفع 7 مليون يعني بما يقارب 360 الف دولار تقريبا، هدفعهم في البنك واخد الجنسيه. في ناس طبعا كتير قوي مستقل يقول لك طب ازاي اعرف ده اسرائيلي ولا اي دوله ما ياخد حته ارض.
الكلام ده كله اللي ملخبط الناس النهارده في الفقره الثانيه هنوضحه للمشاهد الايجابيات ايه والسلبيات ايه. عشان برضو ايه، انا في الاول برضو كنت معترض، ولما فهمت الموضوع شويه يعني بدات اقول اه ممكن ده اقامه ماشي، اما جنسيه مباشره عشان 7 مليون، لا مصر ارقى من كده بكتير واكبر من كده بكتير. على الاقل يعيش 15 20 سنه عشان ياخد الجنسيه، عشان يعرف ان هو برضو انتماء لبلده. وطبعا دي اجراءات يعني اللي كانت بتتم قبل كده، فاحنا نتمنى يكون نفهم الحدوته اكتر واكتر في موضوع الجنسيه. نيجي على النواب، تكتل 25 30. قبل كده من سنه ونص رئيس مجلس النواب طلع قال في نواب بيدربوا بره على التفك الدوله. يعني احنا كده بنتكلم على الامن القومي، صح ولا بالصح؟ يعني انا بنفسه من سنه ونص، يبقى المفروض دلوقتي يطلع يوضح الموضوع اكتر واكتر. تكتل 25 30 في بعض علامات استفهام، بعض الكلام اتقال ان اسقاط العضويه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله على بعض النواب، الله اعلم وهل ده حقيقي ولا مش حقيقي، ولكن في علامه استفهام كبيره جدا على تكتل 25 30 وما قاله رئيس مجلس النواب. احنا عايزين نربط الاحداث ببعض. انا قلت من سنه ونص رئيس مجلس النواب قال في نواب بيتدربوا بره ليه تفكك الدوله. يبقى اذا يبقى اكيد المعلومه دي ما قالها يبقى عنده مصدر. طب انا كمشاهد او متلقي عايز افهم ايه الموضوع، بقى لنا سنه ونص الموضوع مش ساب. غيره مين؟ اسماء محفوظ. اسماء محفوظ الناس كتير قوي كانوا وشي، ببينكم بصراحه، يعني اسماء محفوظ عليها اواضي وعليها الناس كلها عارفه ان هي يعني باعت البلد وخاينه تبع 6 ابريل، والحرض على انقلاب الدوله وكذا، صراع فتاح، وفي واحد اسمها اسماء محفوظ، الاثنين دول صراع فتاح بتطلع تقول بتوجه الناس والشعب على اي حاجه. هي من السبب ايه؟ يعني انا كمواطن بسال بجد، انا سيبك بقى من اللي انا في منبر اعلامي ولا اي حاجه، انا كمواطن بقى لي 5 سنين او 6 سنين عارفين وطلعت في التلفزيون وقالت مباشر قدام الكل ان هي اتضربت بره واخده فلوس واتغيرت حالها المادي. طب من اي لك هذا؟ المفروض اي يعني الفلوس معاك دي ملايين مره واحده من 2011. طب ازاي؟ يعني منطقي ازاي؟ اي واحد يقول لي طب يا دكتور هو ليه مش قبضش عليه لحد النهارده؟ مع ان مصر كلها عارفه وصورت مع هيلاري كلينتون وصورت مش عارف فين مع الصهاينه مع كله، وبتطلع بكل بجاحه بتتكلم ومحدش بيدينا رد وعليها اواضي. طب انا عايز اعرف يعني بجد، يعني احنا الناس عايزه تشوف دولك يبقى فعلا يتحاكموا. ده بيأذي امن القوم عندي. سؤال انا بساله بمنتهى الشفافيه، بقالنا 6 سنين والاكتر مش سابق ليه؟ افهم هل في نواب بيساعدوها؟ بس انا دي هستبعدها بصراحه. هل في حد بيساعدها؟ الله اعلم، ما نجيب بقى ندور. اما مصر كلها بلا استثناء عارفه اسراء فتاح، صح؟ يعني دي اصلا شخصيه من الشخصيات اللي هي اللي انا ما بحبش اتكلم عليها اصلا. ولكن الاسبوع اللي فات تداول الكلام معايا كتير قوي في الموضوع ده. سعد الدين ابراهيم، سعد الدين ابراهيم في حقوق الانسان وكل تقاريره ضد الامن القومي بتاع مصر، وبيطالب التصالح مع اسرائيل ونفتح مش عارف نفق ونعمل، والاعلام ما يتكلمش على اي مشكله في غزه ومالناش دعوه، ويروح الجامعه في اسرائيل تل ابيب والشتم هناك في تل ابيب، امبارح على اول امبارح السفير الاسرائيلي بقى عنده في بيته القانون طبع على الكل. القانون هو ايه قوته يعني؟ مع الجنسيه الامريكيه لا يتحاكم برضه. ما معاه ايه نوعيه يتحاكم؟ اما ان في ناس معينه في علامه استفهام كتير قوي، انا شخصيا يعني بستغرب ازاي دولك مستبين. مين اسراء فتاح دي؟ على الملأ كده الناس كلها عارفه كل حاجه عنها، وعارف علاقتها بالمساعد بغيره وبامريكا، وساعد على الفتنه في ثوره الربيع العبري مع الكل، وساعد الدين ابراهيم
بيفتخر ان هو يعني يقعد مع الاسرائيليين وتطلع. ايه ده؟ ورايح جاي رايح جاي رايح جاي ويطلع هنا ويطلع هنا ويطلع هنا ويكلم في قناه الجزيره والمكملين وغيره ليه حدود؟ وده اللي طلب التصالح مع الاخوان وقعد القعده مع الامريكان والاخوان يقعدوا مع بعض عشان في ايه؟ بجد انا سؤال بساله من خلال البرنامج مستبين ليه لحد النهارده؟ مع ان ناس كتير قوي او مصر كلها عارفه مين هما الاثنين واسماء محفوظ معاهم ثالثه. اما يطلعوا علي بقى يهددوا وفاكر نفسهم هم مش شات عيال اصلا، فاكر نفسهم هم ابطال وبيتكلموا على الوطنيه وعلى غلابه، هم يعني بعد يناير بقوا عندهم ملايين الملايين بالخيانه. لو معاه بمجهوده مفيش مشكله، ربنا يزيد الجميع، اما بالخيانه مين دول؟ مين الاشخاص دي؟ يعني لحد النهارده كله بيسال. 6 سنين مصر كلها عارفه اسراء عبد الفتاح وعارفه سعد ابراهيم وحقوق الانسان وغيره وواحد تاني عبد المقصود تقريبا، في 3-4 من الاخوان بيكلموا على مصر وحقوق الانسان على مصر. ايه الجهات المسؤوله او حد بيتطرف مع دول بيحميهم؟ سؤال بوصله لكل مسؤول في البلد، مين دول؟ على عينك يا تاجر بيخونوا بلدنا ومستبين وبيطلعوا في الشاشات يتكلموا على الديمقراطيه وغيره، واخدين قد كده ملايين الملايين على حساب المواطن الغلبان اللي هو كان في الاول يعني بيصدقهم، بس انت عارف ان هي كدابه وخاينه، والخاين عقابه الاعدام. ده اللي اتعرفنا عليه، ده قوانين اللي بتقول كده. وبرضه ايه نقول لرئيس مجلس النواب، حضرتك من سنه ونص قلت ان في بعض الاشخاص سافروا بره بيتدربوا على يعني يعملوا انقلاب على البلد. طب يتحقق معاهم ويوضح لنا. في نواب محترمين جدا وفي نواب انتجوا انتاج غير عادي، وفي نواب ما دخلوش الدايره بتاعتهم نهائي. ما يعرفوش حاجه عن الدايره. لحد امتى المصالح كده تتصالح؟ لحد يشوف بلدنا. مصر اكبر من كل دول. النائب جاي يخدم الشعب. جاي يقول لك المنطقه دي عايزه فيها كذا يصلحها يعملها صحه وغيره وتعليم وغيره. اما مش لاوي دراع ولا يقول لك انا فلان ومش عارف شغال مع فلان. وكل الدلائل بتدل ان الراجل ده بيساعد على خراب البلد. ايه؟ واشكاله كلها. لما اتكلم على حازم عبد العظيم وغيره واتقبض عليه نتطور على الدوله وكان معاه الجنسيه الاسرائيليه وغيره، قلنا عليه قصص كامله حلقات كامله. اما لحد امتى الناس والله ما بقاش اعرف اجاوب. ما بقاش اعرف اجاوب على الناس. اهو اتهز هناك اهو. اتهز وعنده برود من مش عارف ماله كده، واخد طحونه برود ولا اكن حاجه بتحصل. فانا عايز اوصلكم ان يا ايه تشيل صورته الله يرضى عليك بالعالم الاسرائيلي، ما ينفعش تحط كده تشيل صورته الله يرضى عليك عشان بس بيستفزني. عايز اقول شيل الصوره. عايز اقول يعني ما اشوف انا كمواطن اشوف خطوات بتتعمل هرتاح نفسيا افهم صح. زي موضوع برضه السوريين كذا حد بعتني بالاسماء بقى. اقسم لكم بالله بالاسماء والتواريخ. نعم معانا دكتور سمير صبري المحامي. دكتور سمير مساء الخير يا دكتور. مساء الفل يا فندم، عامل ايه؟ والحمد لله الله يسلم سعادتك. الحمد لله ربنا يبارك لك يا فندم. احنا بنتكلم على سعد الدين ابراهيم والتطاول اللي هو بقى فيه، وبنتكلم على اسراء عبد الفتاح، وبنتكلم على الخونه اللي بدات الناس كلها تسالني هم ليه مستبين. سعد الدين ابراهيم يعتبر من اول الخونه على الوطن المصري، وله اتصالات كلها مريبه ومشبوهه، وطبعا كلنا عارفين انه كان عراب الاخوان، وهو اللي ورط مصر في جماعه الاخوان الارهابيه، وكان هو همزه الوصل ما بين قيادات الارهابيه الاخوانيه وبين الولايات المتحده الامريكيه. هو خبر زار خيرت الشاطر في احبسه في السجن، وهو الذي كان يوفق الاتصالات
بين الاخوان وبين الامريكان. تمام. معروف طبعا ان هو عميل قطر وانه هو اقر بنفسه ان مولا ام جميل $20 مليون وصلت لمراته $10 مليون تمويل. تحدث كثيرا وقدمنا العديد من المساعدات انه يتلقى تمويل من الخارج حتى يعمل ضد مصر وضد سياسه مصر. على علاقة وثيقة بإسرائيل. دكتور سمير صوت مش واضح، في تقطيع في الكلام، أرجو مرة ثانية دكتور سمير عشان برضو في موضوع مهم جدا. وزير العدل الأسبق أحمد سليمان، هذا رجل برضو بيتطاول على الدولة وطلع في برضه قنوات الإخوانية الإرهابية، وكان طبعا أثناء حكم مرسي إرهابي عليه برضه علامات استفهام وفي دلائل عليه ومرفوع عليه قضية برضه من الدكتور سمير صبري. فإحنا بنتساءل، هي برضه إيه مرة تانية حاولوا معاه تاني، بنتساءل إلى متى هؤلاء موجودين في شوارع مصر. واحد خاين وماشي في مصر، واحد خاين وماشي في مصر براحته، ودكتور هو ماشي بيعمل فتنة، والفتنة أشد من القتل. يعني كل وجوده بلاء، يعني وجوده في الشوارع بلاء عندنا. فإحنا بنطالب بإجراءات على هؤلاء علشان، وبرضو نفس القصة أرجع تاني لرئيس مجلس النواب يشوف مين الأسماء اللي طلعت وخدت تدريبات ضد الدولة. مصر فوق كل شيء، مصر فوق الجميع. وزي ما فتح السيسي قال الكلام ده، اللي يفكر بس عشان من على الارض شيل في في حوار مجتمعي في كلام، ولكن في التعامل مع الخاين مختلف تماما عن التعامل مع اي حد. ممكن حد يعترض على الاسعار، يعترض على اي حاجه، حقه حقه كمواطن مصري تماما. والناس تبقى بتتضايق بتتكلم. وقلت لكم بعض الامور اللي اثرت على الاقتصاد المصري، صفقه القرن الصهيونيه الامريكيه. معانا الدكتور سمير صبري. ايوه دكتورنا، استكمالا لدكتور الحديث. أيوة. فان سعد الدين ابراهيم معروف بدور مسؤول، وانه دعم لصالح الدول المعاديه لمصر، وتتكرر زيارته كثير لتركيا. صوت في مشكله، صوت في مشكله، ماشي. نعتذر للمشاهدين، الصوت فعلا نعتذر للدكتور سمير صبري، وبرضه نشوف كده اللي مهمل عندنا ولا عندهم، نشوف برضه القصه ايه. نرجع برضه للفنانين. الفنانين حكايتهم ان بعض الفنانين بيطلعوا يتكلموا على ابو تريكه، ونشكر ابو تريكه، وابو تريكه بطل، ويبداوا يعملوا مقارنه دلوقتي. طلعوا صوره محمد صلاح سيئه قدام الناس كلها، ان هو بيصور مع معجبين، بيصور واحد قاعد لحاله وناس بتجي تصور معاه. معنا دكتور سمير، نتأسف دكتور سمير معلش كان مش واضح مع حضرتك. اتفضل يا دكتور. برضه استكمالا لذات الحديث، اتفضل. عن المدعو سعد الدين ابراهيم عراب الاخوان، معروف ان له علاقات واتصالات مشبوهه بالعديد من الدول المعاديه لمصر، ترصد زيارات كثيره مع التنظيم الارهابي الاخواني في تركيا، وتزاور مع تميم، وتزاور مع موزه، وتلقى منهم تمويلات $20 مليون و$10 مليون بعدها. كل هذه من اجل ان يقدم تقارير مشبوهه تحت مسمى مركز ابن خلدون، كلها ضد مصر ومناهضه للسياسه المصريه. وتقدمنا ضده بالعديد من البلاغات، اكثر من 15 بلاغ، وما زالت جميعها قيد التحقيق حتى الان. دكتور سمير، وزير العدل الاسبق احمد سليمان برضه مرفوع عليه قضيه بسبب ان هو برضه في مستندات ضد، ان هو ضد الدوله. احمد سليمان كان يعمل وزيرا للعدل وهو اخواني الهويه، ويعمل لصالح مجموعه من الاخوان الارهابيه حتى تاريخه. يوميا يتطاول على الدوله، يوميا يتطاول على السيد الرئيس وعلى الحكومه المصريه، ينشر بصفه يوميه على الفيسبوك على موقعه تطورات وتعديات،
وانا تقدمت ضده بالعديد من البلاغات، وفي بلاغ انا هقدمه ضده بكره لنشر اخبار كاذبه والتفاعل على الدوله. هو الذي بدا في نشر ما سمي بالرز البلاستيك والبيض البلاستيك. ايوه. وده هو الذي تبنى هذه الحمله، وهو الذي بدا ينشر كل هذه الاكاذيب ضد مصر وضد الدوله المصريه، حتى يبلبل الافكار وحتى يرهب المواطن المصري. وانا تقدمت ضده بالعديد من البلاغات، وبقول لحضرتك تاني انا بكره هتقدم ببلاغ ضده وضد من تسمى اسراء عبد الفتاح. اسراء عبد الفتاح دي فرقه اللي لابسين شباشب، فرقه العيال بتوع الخيم اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير. وما ادراك ما الخيم وما كان يحدث في هذه الخيم؟ مجموعه من المرتزقه، مجموعه من الساقطين، مجموعه ممن لا يعرفوا شيء عن الوطنيه، ومؤولوا من الخارج حتى تحدث البلبله في عام 2011، ولكن برضه فشلوا كفشل ذريع، والاخوان ادوهم على قفاهم وسرقوا منهم البلد، فكانت النتيجه التي نعاني منها الان. ما زلنا نعاني من احداث 25 يناير حتى حقيقة. تاريخ اليوم فعل هؤلاء الخونة المرتزقة الذين تلقوا تمويلات من الخارج، تمويلات بالملايين، وهم أقروا بذلك. وهي الظاهرة اليومين دول طبعا بسأل عن شيرش طبعا قاعدة على عوامة تتكلم ان هي بتدعو الى خروج، وان تكون خروجة النهاية ما عارفش خروج الجد ايه على دماغها. كل المجموعة دي لابد برضه بنناشد مكتب النائب العام، بنناشد امن الدوله ان تتحرك البلاغات التي قدمت مني ومن زمايلي، وكلها بلاغات موثقه وبالمستندات تدل على خيانه كل هؤلاء الوطن، ولابد من تطهير الوطن من مثل هذه العناصر الماجوره المموله من الخارج. اشكر الدكتور سمير صبري المحامي بالنقد. الف شكر يا دكتور. اشكرك يا فندم. ميرسي يا دكتور. شكرا. طبعا احنا في كلام في غايه الاهميه، وفعلا بنطاطا يعني وثائق وواضع عليهم بالخيانه ضد الدوله. اوكي اخش بس على الفنان وارجع لكم تاني بس موضوع ايه اخر حاجه قبل ما نطلع فاصل. يجي بقى الفنانين، واحد طلع قبل كده ناقد عندي وقال لك لا ده ابو تريكه صفحته مش الاصليه، والراجل طلع مش عارف ايه، وانا هبعت لك المستندات. ما بعتش حاجه تاني، دي كلمه تليفون ما بيردش. بعته طب فين الحاجات؟ ما بيقولش. هو مجرد بس عايز يوصل للراي العام ان الدنيا حلوه وهو بريء وما قالش اي حاجه على اي حد في الجيش ولا غيره. مقارنه ابو تريكه بمحمد صلاح دي حاجه ودي حاجه، ان انا قاعد في حالي او جاي ناس بتصور معاه. طب ان هو عالمي، محمد صلاح رجل عالمي، عالم كله يعرفه، يعني مش محدود، لا عالم كله بيعرفه. ابو تريكه لاعب كره قدم رائع جدا، ولكن اذا ثبت ضده ان هو ضد الدوله او ساهم في تمويل ربعه وغيره، وفي برضه مستندات بالكلام ده، يبقى اذا هو ابعد بقى عن كره القدم والتعصب وافكر في بلدي. يعني افكر في بلدي، ان بلدي شأن كبير، ثم نادي الاهلي ونادي الزمالك. صاحب صاحب البلد عندي رؤيه البلد تبقى اكتر مهما كان حب للنادي. اهو لسه الرئيس الاتحاد بيقول لي، كتب في تويتر برضه عايزين نتاكد من المصدر ده، ان هو قطري ويعتز ان هو قطر. والله اعتز براحتك يعني، بس ولكن احنا بنقول المشهد بشكل عام عشان رؤيه الناس تختلف، عشان بلاقي اي حد بيتكلم على ابو تريكه زي ما يكون غلط في الصحابه. لا ما هو كل بني ادم ليه صح وليه غلط وليه اخطاء. وفي حتى الان المحكمه بتقول ارهابي، لا مش ارهابي، لسه الاجراءات القانونيه ما خلصتش، فبلاش نطلع حد ان هو وحش او حلو الا لما نتاكد بحكم المحكمه. الصور اللي طالعه محمد صلاح ان هو كذا وبيتصور وغيره ومش عارف ايه وابو تريكه، المقارنه نفسها ما تنفعش زي ما قلت لكم، علشان انت قاعد برايح صيف عادي جدا زي الناس، وفي اي مشكله زي المعجبين بيصوروا بيه كل دول العالم. هذه حاجة طبيعية ودي موجودة على مستوى كل لعيبة كرة القدم. نتنقل بقى نقلة تانية. فأنا بقول بس للفنانين بس بلاش يعني يتسرعوا في الأمور إلا ما يتأكدوا سياسيا إن هو ده خاين ولا مش خاين. طبعا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي
زار السودان زياره مهمه جدا. طب ايه هتقول لي طب ايه اهميتها؟ لا اهميتها كتير جدا في الزراعه، في طبعا موضوع سد النهضه، تصالح اثيوبيا مع اريتريا ده مهم جدا، ان كل ده الفتن اللي كان بيعملها الكيان الصهيوني، فتن كل دي بتحصل في افريقيا كانت عين كان الصهيوني في افريقيا قوي، اثيوبيا بقى الصومال واعمل فتن ودي شغلتهم. طبعا التصالح في افريقيا ده مهم جدا، نبدا ان احنا نعمل علاقات مع افريقيا وكل منطقه العالم اللي مع بلدنا وفي المصالح اوكي، واللي ضد بلدنا ده احنا ده بالنسبه لنا ده عدو. وطبعا اتكلموا على موضوع سد النهضه وكل حاجه والتنميه، وطبعا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه زي ما بنقول كل حلقه نهدى نصبر، العالم الاقتصادي بالبلدي كده اللي ماسكه ماديا الكيان الصهيوني، فهو قالب عليك دلوقتي فقفل عليك ايه؟ الحنفيه. فالحمد لله احنا بقالنا 4 أو 5 سنين بنعمل مشاريع داخليه للتنميه. نشوف ده بقى ايه امتى؟ طبيعي ما اخد مكان فاضي حته ارض ببنيها بشطبها بركب السيراميك بعمل بعمل اكيد بيبدا يجي الناس تسكن في المكان. الحقيقه انا بتكلم على اقتصاد دوله. فالحمد لله ما حدش ماسكنا من دراعنا او لو دراعنا او بيدينا اوامر زي قبل كده. الجزئيه دي نفسها بقولها لكم ليه؟ عشان ترفع معنوياتنا كلنا، عشان ده الحقيقي اللي حصل. فالكيان الصهيوني هو اقتصاديا العالم كله بتاعه، يعني هو ماسك الماديات كلها بتاعته. والحمد لله احنا خرجنا من المشكله دي وبدانا نعمل اقتصاد داخلي خاص ببلدنا وبرضه مع جميع دول العالم في اي بقى بضاعه، في اي اقتصاد، السياحه، في اي حاجه. بمناسبه السياحه، الاثار، موضوع الاسكندر الاسكندريه والناس اتكلمت فيه وراجل محترم من الاثار طلع يتكلم، ولكن انا بقول استخراج هذا التابوت اتمنى يكون بعد كده في تطور عندنا في استخراج التوابيت او الحاجات الاثريه، لان برضو في تعليقات على الماسوره اللي هي بيقلب بيها بيشرب بيها الميه، الله اعلم بالظروف الموجود فيها، ولكن لو في تطور تكنولوجي لاكتشاف الاثار بعد كده يبقى افضل بالنسبه لنا، ده هيجيب لنا فلوس بدل ما دفعنا مش عارف 70 مليون دولار لانتشار السياحه في روسيا وكل اللي عملناه اعلان. لا، لو المبلغ ده كنا استثمرناه اخدناه، لو انا غلط في المبلغ قول لي، المبلغ ده كنا استثمرناه في اي حاجه او مين معانا يا فندم؟ انا مش سامع. استاذ مسعد هركي؟ ايوه ايوه استاذ مسعد. أهلا أستاذ مسعد. أهلا وسهلا بك يا فندم، أخبارك إيه؟ أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم، بنتكلم معايا النهارده زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، وبرضه تم العلاقات مرة ثانية بين مصر والسودان. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة، ويمكن قبلها كان الرئيس البشير حضر هنا هو في استاد القاهرة في انتخابات الرئيس، وكان في زهو في القاعة الكبيرة المغطاة لاستقبال الرئيس البشير والرئيس السيسي. وجود الرئيس السيسي النهاردة في السودان له معاني كثيرة، وبنقول لكل المعارضين اللي بيقولوا ان في خلافات ما بين مصر والسودان، لا احنا اهو شغالين ايد بايد وبنعمل سويا، لان هي بلد واحدة في الاول وفي الاخر. والاقتصاد اذا كنا بنعمل تنميه اقتصاديه في مصر فاهتمامنا بالجنوب شيء مهم جدا عشان نقدر نهتم بالتنميه. مصر والسودان بلقاء الرئيسين قفلت كلام كتير وحوارات كتير بيقوم بها الاعلام المغرض اذا كان في الخارج او في الداخل. انا بقول الخطوه الجميله اللي عملها رئيسنا خطوه تستحق الاشاده والتقدير، واستقبال البشير ومسؤولين المعنيين في دولتنا دولة السودان لرئيسنا كان استقبال يحتفى به. احنا دائما وابدا مهما تغيرت حكومات او سياسات دول تبقى واحده، ومهما اتحط خطوط عرض او طول صله الارحام عمرها ما هتتقطع.
عشان كده انا سعيد النهارده بمداخلتي مع حضرتك. وانا اسعد صدري ربنا يخليك. وبقولها بعلو صوتي، احنا عدينا مرحله كبيره وهنعدي ان شاء الله المرحله الاكبر اللي هي التنميه اللي هي دلوقتي، لان احنا كنا بنعدي مرحله الارهاب عديناها والحمد لله، دلوقتي شغالين على مرحله التنميه. ومرحبا بالتنميه جنوب السد العالي، مرحبا باهلنا في الصعيد واهلنا في النوبه، عشان فعلا تنمو بلدنا من الجنوب، وانا شايف فيه اهتمام الدوله بالجنوب. عشان كده هو الجنوب، لما بقول جنوب من جنوب السد العالي لحد خط عرض 22 وبعد كده اراضي السودان اللي هي تعتبر سله غذائيه لمنطقه العالم العربي والافريقي. عشان كده هو في تعاون مثمر ما بين البلدين والحكومتين لكيفيه النهوض بالزراعه، غير المليون ونص فدان اللي عملهم الرئيس سنوات وشغالين عليهم ان شاء الله كمان في السودان. ولازم نحط في الاعتبار حاجه، ان احنا بنعدي بمرحله عصيبه والحمد لله في فرق عمل شغاله محترمه لخدمه الوطن. اشكر استاذ مسعد هركي الباحث المتخصص في الشؤون الافريقيه، اشكرك يا فندم. الرؤيه لخارج منطقه مصر وروح السودان ونبقى نعمل علاقات هنا، كل الامور دي اقتصاديا برضه، اقتصاديا واجتماعيا وكل حاجه، احنا مطلوب نرجع زي الاول واكتر، وفي نفس الوقت يبقى كلنا كدول عربيه مع بعض. عشان كده احنا بنقول اي مشكله بين دوله عربيه، طبعا احنا بنستثني طبعا قطر وغيره، بيقول لك اعتبر خلاص منطقه صهيونيه بكل كيانها، ارضها كلها عباره عن جيش صهيوني امريكي، فما لناش دعوه بيها. طبعا تركيا عارفين هو العدو الاكبر لينا. طبعا العدو قبل كل ده الصهاينه هم بيحركوا كل دول يعني، بس ان ايه؟ يقول لك اصل شايف باسرائيل وبيركز في تركيا، لا احنا بنقول الصهاينه والتراكوه والايرانيين والقطريين كلهم كحكومه يعني، كلهم مع بعض بيفكروا ازاي يعملوا تقسيم داخل الوطن العربي. اخر حاجه هنتكلم عليها، الحمد لله رب العالمين حصل تدهور في ايران. الحمد لله. يجي على مصر يا جماعه عمره ما يكسب، يجي على مصر عمره ما يكسب. هنتكلم بقى في حته كده رجل اعمال. هنقول اسم الحلقه الجايه. كان يمتلك فنادق ويمتلك قنوات ويمتلك بعض الحاجات في البورصه، ومعروف هو كان تابع وزير الاسكان ايام الاخوان، وكان هيمسك يعني هو يعرف او نسيبه وزير الاسكان، وكان هيمسك رئيس الوزراء بعد كده، وكان في بينهم بيزنس وبينهم قنوات وصحف مواقع عشان طبعا تحسين صوره الاخوان وتاثير على الامن القومي. ده المستند بتاعنا موجود ان شاء الله. الحلقه اللي جايه هنتكلم عن اسمه بالكامل، هنقول هو بيعمل ايه. هنبدا الفقره اللي جايه ان شاء الله باذن الله اللي هو الاسبوع القادم، هنجيب ثلاث رجال اعمال بما فيهم مسؤولين، وهنتكلم عليهم بمنتهى الصراحه، ونشكر فعلا كل الجهات المسؤوله اللي هي بتتحرك مع هؤلاء، لان فعلا كفايه كده، كفايه كده. سرقه كترت، رشاوي كترت، لما طلعوا يطلعوا رئيس الجمارك ان هو كويس ورقابه، بيشككوا حتى في الرقابه الاداريه. يا راجل يا رب العيب، يا رب العيب، دي فيها قانون يعني، انت المفروض يعني كل ما يسيء للرئاسه، للقوات المسلحه، للشرطه، للرقابه الاداريه، للقضاء، يتحاكم. يتحاكم. انت بتقول كده على اي اساس؟ تأثير على الأمن القومي، تعالى وقلنا كام من المرة 10. وبدأت في مواقع بتتقفل. نشكر الداخلية على مجهودها الرائع اللي بتعمله. المواقع بتتقفل دي بتعرف مين اللي وراها وتمويل منين وغيره. وشفنا ملايين في الدفع عشان لجان إلكترونية وتأثر على بس أنا بطلب بس مواطن بلاش، أوعى بلاش، أوعى السوشيال ميديا أو الفيسبوك يكون هو مصدرك الرئيسي في حياتك. كلنا بلا استثناء على فكره، والموضوع ده مضايقني انا شخصيا، وكلنا تلاقي اسره قاعده مع بعض كل ماسك الموبايل وكله حياته كلها موبايلات وكومنتات على الموبايل، المشاعر بتختفي.
المشاعر الحقيقيه بتختفي، بيبقى كل مصدرنا من شاشه صغيره بتتحكم فينا. كل البني ادم ربنا خلقنا ان احنا الحمد لله بيبقى اعلى حاجه على الارض، وكل حاجه مسخره لينا. نيجي احنا جهاز قد كده يحركنا؟ اوعوا اوعوا. طول ما انت قاعد شايف نفسك بتطول، اقرا قران، صلي في الكنيسه، اعمل حاجه، اعمل صدقه، اعمل خير، صله ارحام، روح بص ايد والدتك، ايد والدك. بكلمك بامانه ان الموضوع ده ما كانش فينا. السوشيال ميديا اثر علينا جدا، وبقى كله فاكر نفسه يقول لك انا عندي برد يا جماعه ادعوا لي، انا عندي امساك ادعوا لي. يا عم ربنا يكرمك يا رب، بس مش الدرجات دي يعني. ده انت كده حياتك الشخصيه بقت المواقع مثلا يقول لك ايه الصوره دي يبقى هيبقى في المستقبل بعد 10 سنين هيبقى في كذا. ايه ده؟ ايه رايحه مننا؟ اصل الشكل دوت بقى مارك بيلعب عليك بقى، الشكل دوت يطلعك مثلا انت امريكي الجنسيه او انجليزي الجنسيه او مش عارف ايه الجنسيه. شكلك يعني ملامحك بيطلعك مش عارف، ويطلعك مثلا برنامج تاني يقول لك انت 98% طيب و2% شرس، ولما تاخد حقك بتبقى بطل. كلام ونكتب على الصوره وبرنامج فرحانه بيه. لا 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 اوعوا اوعوا. لا احنا رحنا مع السوشيال ميديا قوي بعد 2011 كلنا بمنتهى الصراحه الكبير والصغير. في بقى ناس ربنا كرمها قدرت تقلل الموضوع ده، لغت الاكونت بتاعها على الفيس، بدات تدخل كل ثلاث اربع ايام مره، كل اسبوع مره، وبدا يشوف حياته وشغله واكل عيش ويلعب مع عياله ويتحرك. كلنا محرومين من حاجات دي، واليوم بيعدي، واللي عدى ما بيروح ما بيجيش تاني، اللي بيعدي ما بيجيش تاني. استفادوا باليوم بتاعنا، استفادوا بالحركه، بلاش التكنولوجي ياخدنا لدرجه جبائل. كلنا عندنا امراض بقى، ممكن متخيل ان هو بيقول كلمه معينه ان هو كده يرتاح نفسيا. لا، انت بتخش في مرحله اكتئاب اعلى واعلى واعلى. انا كان ده بكلمه لنفسي وليك، كل بيشوفني بجد. خدوا بالكم ان احنا الموضوع بلاقي ناس 24 ساعه على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، اصحى من النوم روح تك 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 تك. نعالج نفسنا، نساعد بعض، نشوف حياتنا الحقيقيه بقى بجد، بيتنا وشغلنا وبلدنا وصله الارحام واعمال الخير. فيلم ابيض واسود جميل اتفرج عليه، اسمع اغنيه هاديه على اخر جسمه. كلنا بقى عاملين كده، كلنا مشدودين. الشده دي كلنا بناخد قرارات غلط. ده ادمان جديد دخل علينا كلنا بلا استثناء، ادمان تكنولوجي، ادمان فيسبوك. يا ريت كلنا نبدا بجد نغير المرحله دي. من خلي بالك اللي بيستخدم فيسبوك زمان كان بيستخدمه كتير قوي بره، وقت بدا يلاقي يعالجوا نفسهم، واللي ما عالجش نفسه بيبقى داخل في مرحله اكتئاب. صدقوني والله العظيم اسوأ ما فيه تم الفتره الاخيره تكنولوجي السوشيال ميديا والفيسبوك. دمر عائلات، دمر ناس. عايز اعمل فتنه مع اسره عاملها بالسوشيال ميديا بسهوله جدا، عايز ابعد. ده مش تواصل اجتماعي، ده الناس كلها قاعده، اللي في شغله ومعاه ناس قاعد في الفيسبوك. انا اعمل حاجة كذا كذا، تمام، انا اعمل حاجة كذا كذا، طب ماشي اشوف لك الحاجه دي. عايز ده، حتى اللي جاي في شغل بينه وبينه بيكلمه وهو مش معاه، عامل بص على الموبايل. ايه ده؟ جهاز يحركك، جهاز يحركنا كلنا، وكل مصادر اللي هو عايزها يديها لك بمزاجه، بيديها لك من عنده. خدوا بالكم على اولادكم قوي يا جماعه، وفعلا فعلا اللي عامل حساب لبكره وعامل حساب للاخره، خد بالك من ولادك وعيالك، خد بالك من نفسك ومن زوجتك ومن امك ومن ابوك، كل الناس. عشان اللعنه، والله العظيم لعنه، ربنا يشفينا كلنا. هنطلع فاصل، معانا فقره مهمه جدا.